احنا اليوم 4 جونفير 2020 خارجين رأسا من اجتماع ديال المكتب الوطني ليلة البارحة، المكتب الوطني النقابة الوطنية للتعليم اللي تداول في النتائج ديال المعركة اللي خدينا مؤخرا كنقابة، اللي كان فيها إضراب ديال يومين 1 و 2 جونفير 2020، وكان فيها وقفات في اليوم الأول أمام المديرية الإقليمية ديال التربية الوطنية، وكان كذلك في البرنامج ديالنا ومازال مستمر وقفات أمام المجلس الإداري للأكاديميات، ومن المجلس الإداري اللي احتجينا أمامها احتجينا على المجلس الإداري ديال أكاديمية الدار البيضاء، احتجينا على الممثل ديال الوزير اللي كان هو الكاتب عام اللي حضر في الدار البيضاء. إذن في هذا الإطار هذا احنا الآن عملنا تقييم المحطة الأولى، هذه المرحلة اللي دازت، وسطرنا برنامج نضالي آخر اللي غادي ينطلق قريبا، واللي فيه أنه الجهاز الوطني والجهاز التنفيذي للنقابة، المكتب الوطني ومجموعة من المسؤولين النقابيين، احنا عازمين على أنه غادي نعتصموا بالوزارة، غادي نعتصموا بوزارة التربية الوطنية بالرباط، كيف ما أنه غادي كذلك عازمين أنه ننظموا اعتصامات في جميع المديريات الإقليمية، على غرار الاعتصامات اللي انطلقت في المغرب الشرقي في مجموعة من المديريات الإقليمية في الفترة الأخيرة. إذن هذا البرنامج النضالي كله لاش؟ لأنه الوزارة لا تتحاور، وزير التربية الوطنية سد على رأسه، لا يتواصل لا يتحاور، بل أنه آخر لقاء كان مع الوزير ديال التربية الوطنية يعود إلى 25 فبراير 2019، يعني حوالي سنتين، والحوار مقطوع مع وزارة التربية الوطنية، مع وزير التربية الوطنية. هذا الوضع هذا خلى أنه المشاكل ديال الشغلة التعليمية تتراكم اليوم، تتراكم بحيث اليوم احنا عندنا ما يزيد على 23 ملف، اكثر من 23 ملف ديال الشغلة التعليمية اللي كتنتظر الحلول. هاد 23 ملف حنا وضعناها لدى الوزارة، وضعناها في الوقت اللي في واحد الفترة اللي كان هناك بعض اللقاءات ولو من مستوى أدنى، كانت مع أحد المرؤوسين ديال وزير التربية الوطنية، وضعنا هاد الملفات هذه ورافعنا في شأنها، وممثل الوزير اللي كان يحضر ويقول بأنه يمثل وزير التربية الوطنية التزم أمامنا، مع إلى جانب بحضور جميع النقابات الأكثر تمثيلية، التزم أمام الحركة النقابية بأنه غادي هي الوزارة غادي تهيئ أربعة ديال مجموعة من المراسيم اللي غتعالج أربعة ديال الملفات، اللي هي الملف ديال الإدارة التربوية، وملف ديال الترقية بالشهادات، وملف ديال التخطيط والتوجيه، وملف ديال المكلفين خارج شركهم. والتزمت كذلك الوزارة في شخص الممثل ديال الوزير، التزمت بأنها غادي تجاوب على المرافعات اللي قدمنا فيما يخص باقي الملفات اللي هي 19. إذن 23 ملف اللي اليوم كلها كتنتظر، لا الوزارة أفرجت عن المراسيم المنتظرة لحلحلت أو لحل الملف هاد الملفات الأربعة، ولا هي خرجت بأجوبة حول باقي الملفات. هذه كلها ملفات إذن تتراكمت وتنتظر، والملفات مازالت في تزايد. الآن تنقول عندنا على الأقل 23 ملف. هاد الوضع هذا خلى انه ما يمكنش نبقاو ننتظروا، لهذا النقابه الوطنيه للتعليم خرجت بهذا البرنامج النضالي، واللي ما يمكنش نبقاو ننتظروا. حنا اليوم في هذه المرحله هذه لابد باش يمكن هذا الملف يتحرك وهذا الوضع يتحرك، هذا الوضع الاسين في قطاع التربيه الوطنيه باش يمكن يتحرك، لابد من انه توجد حلول مجموعه من الملفات الكبرى. الملف ديال النظام الاساسي اللي كيهم كل نساء ورجال التعليم، هذا ماشي ملف خاص بهذه الفئه او تلك، هذا ملف كيعني كل نساء ورجال التعليم، واللي الرهان عندنا فيه هو انه يفتح افاق ديال الترقي وافاق ديال المستقبل بالنسبه للشغيله التعليميه. هذا الملف هذا كنتوخاو منه انه يفتح الباب ديال لوريشال بالنسبه ل 180 الف ديال نساء ورجال التعليم، كنتوخاو منه انه يفتح الدرجه الجديده لما تبقى من نساء ورجال التعليم، كنتوخاو منه انه يدمج المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين ضمن النظام الاساسي لموظف في قطاع التربيه الوطنيه، هاد ويوضعهم في السلم الثامن على الاقل، ويفتح امامهم افق ديال الترقي، هاد يعالج الاشكالات التاديبيه اللي مطروحه عندنا في القطاع. فاذا هذا ملف كبير اللي كيهم كل نساء ورجال التعليم. عندنا ملف اخر كذلك كبير، الملف ديال التعاقد، اللي للان حنا الان في 85 الف ديال نساء ورجال التعليم الذين وظفوا بالعقده فرض عليهم التعاقد. اليوم وجودهم داخل المنظومه خلق واحد الارتباك
كبير اليوم في واحد العدد ديال الاحتجاجات تكاد تكون أسبوعية. هذا الوضع هذا السبب ديالو هو الاختيار اللي دارت الدولة في هذه المرحلة واللي دارت الوزارة، اختيار ديال التوظيف بالعقدة في الوقت اللي يجب أن 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 هذا الملف هذا خصو يتطوى من خلال إدماجهم، إدماج هؤلاء الأساتذة الذين فرضوا متعاقب إدماجهم في النظام الأساسي للمدة الفترة الوطنية، ومن ثم إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية. هذا هو الحل الجذري الحقيقي اللي يمكن يخرج المنظومة من هذا الوضع ديال الارتباك اللي كتعيشوا سنويا بسبب هذا الوضع هذا. إذن هذه مجموعة من الملفات كبرى إلى جانب ملفات أخرى كما قلت اللي كلها كتنتظر أنه يجب أن تجيب الوزارة. وزارة خصها تجاوب، خصو وزير يجلس الارض، خصو يتجاوب مع الحركه النقابيه. ما بغاش، حنا خارجين للشارع كحركه كنقابه نقابه وطنيه تعليم سي دي تي. حنا نجزنا اذا جزء من برنامج ديالنا النضالي، غادي نصعدوا في مواجهه الوزاره في افق انه الوزاره تنزل الارض وتعطي اجوبه. حنا ما مستعدينش، بالمناسبه ما مستعدينش نعاودوا نتفاوضوا على ما تفاوضنا عليه. ما تفاوضنا حوله في السابق خصو يخرج للوجود، ولكن القضايا الاخرى اللي بقى قابله للتفاوض حنا مستعدين نتفاوضوا ونرفعوا باش يمكن نخرجوا اجوبه وحلول حقيقيه لنساء ورجال التعليم، ونخرجوا من هذا الوضع ديال الاحتقان اللي كتعيشوا المنظومه واللي كيؤدي الثمن ديالو التلميذ المغربي، كيؤدي الثمن ديالو التلميذ المغربي اللي بالمناسبه حنا كنحملوا المسؤوليه كامل، المسؤوليه الوزاره التربيه الوطنيه، الحكومه المغربيه، الدوله المغربيه، كنحملهم كامل المسؤوليه في الارتباك اللي حصل اليوم لدى اللي كيعاني منه التلميذ المغربي في هذه المرحله.